الحميات تعود إلى مدينة تعز. تتحدث بعض التقارير الطبية الصادرة عن دائرة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بمكتب الصحة بالمحافظة عن ارتفاع الوفيات إلى 5 حالات، فيما بلغت حالات الإصابة 5900 إصابة خلال العام الحالي. تعز الآن تواجه جائحة حميات بشكل عام، كل المرافق الصحية ترفع انذار بوجود حالات حميات، وقد بلغ عدد الحالات إلى الآن وصلنا إلى غرفة العمليات 5900 حالة، مع وجود 5 حالات وفيات بس من بداية موسم الحميات بشكل عام. الحميات الحالتين الأخيرتين اللي توفت في الموجة هذه اللي كانت واضحة بانخفاض في عدد الصفائح مع دخول المريض بحالة نزف، والآن طبعا احنا قمنا بمعالجات عديدة انه فتحنا مرافق صحية تستقبل الحالات خلال الفترة المسائية والصباح، الآن طبعا لا يوجد مركز ممول لمواجهة الحميات بشكل خاص في هذه اللحظة. حمى الظنك التي تتصدر هذه الحميات بالإضافة إلى الحمى الفيروسية وجميعها ناتجة عن أسباب كثيرة، أبرزها تكدس النفايات في الشوارع والأحياء بالإضافة إلى عدم توفر الكمية الكافية من الأدوية المخصصة لمكافحة المرض وانعدام مركز حميات متخصص بعلاج هذه الأوبئة. ما يوجد غير المغذيات بس اللي هي الرنجل زي كذا، أما الإبر الفراشات الجوانتي ما يوجدش، والإسقاط طبعا واحدة لإسقال الممرضين كلهم ممرضات، عشان كذا نحتاج الحاجة اللي هي الأهم للأمراض مش موجودة. كذلك وجود الأسرة، لا وجود أسرة كافية، فابني نايم على سرير وبجانبه سرير واحد آخر، يعني 2 فوق سرير واحد، وللأسف يعني ما توقعت فينا مثل هذه الظروف اللي تكون موجودة في عندنا. ما فيش، كل شيء نشتري من برا، فحوصات قال لك بياس، هذاك الجهاز بياس، يعني ما فيش حاجة بالمستشفيات. يدخل المريض يا الله اشتري المريض من برا، كله من برا، ما بوش متوفرات حاجات المستشفى الجمهوري، الجهاز ما هلهمش، الأجهزة شلونها من برا. حملات الرش الميداني والتوعية الطبية جهود حاول مكتب الصحة القيام بها للتخفيف من انتشار هذه الأوبئة في ظل شكاوى عن غياب الاهتمام من قبل المعنيين، وهو الأمر الذي فاقم من اتساع الإصابة بين السكان. ما بين حصار الميليشيات الإنقلابية للمدينة ومنع دخول الأدوية الطبية وتجاهل الجهات المعنية، تتفاقم معاناة الأهالي، وهو ما ينذر بكارثة صحية وشيكة قد تضرب تعز ما لم تقم السلطة المحلية بدورها. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.